ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة سكوب. الواتساب بقى داخل في كل تفاصيل حياتنا اليومية تقريباً، وكتير مننا حياته بقت عبارة عن مجموعة كبيرة من الجروبس اللي طبعاً موجودة على الواتساب، سواء جروب شغل أو عيلة أو مدرسة الأطفال، وده بقى النوع الأخطر لأنه حرفياً بيضغط على أعصاب معظم من الأمهات، لدرجة إن في ناس كتير كل شوية بيبصوا على الجروب بتاع المدرسة عشان خايفين يفوتهم أي شيء أو أي معلومة مهمة لأطفالهم. والموضوع فعلاً عمل لهم حالة من الهوس والتوتر المبالغ فيه. وعشان نتعرف أكتر على طبيعة الضغوط النفسية اللي بتسببها جروبات الواتساب وإزاي نتجنب الضغوط دي، هيكون معنا دلوقتي مداخلة مع الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي. أهلا بحضرتك يا دكتور. يا أهلا وسهلا دكتور. هل فعلا كتر الجروبس على الواتساب ممكن يسبب ضغوط نفسية علينا؟ بالضبط كده، لأنه كمان الجروبس بتاعت الواتساب بقت متعددة جدا، يعني تلاقي في حد مشترك في جروب الأسرة، وبعدين جروب العيلة من ناحية الأب، جروب العيلة من ناحية الأم، وبعدين جروب الزملاء في الشغل، وجروب مش عارف المصيف، وجروب رحلة كانوا رايحينها. كل حاجة دلوقتي الناس بتعملها يقوم عاملين لها جروب، وجروب المدرسة وجروب الفصل وجروب التمرين، المدرسة وجروب الفصل وجروب الأصحاب القدام وجروب الأصحاب الجداد، وجروبات لا تنتهي. وتلاقي حتى في ناس بيضيفوا يضيفوكي في 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 جروبات انت ما تعرفيهمش او تعرفيهم نص نص او اي حاجه، فبالتالي بتبقى جروبات عديده، وكل جروب من دول ليها متطلبات، يعني جروب الاسره ليها متطلبات، جروب العيله ليها متطلبات، وجروب الشغل ليه متطلبات، فبالتالي بيبقى لازم تتابعي عدد من هذه الجروبات لو ما كانتش كلها، والمفروض انك تستجيبي للحاجات اللي بتنزل مجاملة أو واجب أو التزام عمل أو أي حاجة من دي، فبالتالي بيحتاج أن المخ يبقى طول الوقت منتبه ومتيقظ. وحتى في أوقات النوم، يعني في ناس بيقوموا عدة مرات من النوم علشان يتابعوا جروبات معينة، فبالتالي حتى نومه يتقطع ويبقى قلق ما يقدرش يفصل. احنا عندنا فكرة فصل الفيشة دي مهمة، انه المخ يرتاح، يجي اوقات كده ويرتاح تماما، النوتيفيكيشنز كل شوية بتنزل، فبالتالي يبقى الشخص طول الوقت منتبه ومستجيب. كل ده ارهاق للمخ والجهاز العصبي وتشتيت للانتباه، حتى يخلي الشخص مش قادر يركز في حاجة، ويبقى حاسس بعد شوية بالارهاق الشديد، وحاسس بعد شوية بحالة الزهق والتوتر وسرعة الاستثارة. كل ده بيأثر في الحالة النفسية. بيأثر ازاي يا دكتور الحاجات دي علينا احنا في اليوم بقى؟ يعني حضرتك كلمتني ان هو بيخليه متشتت وبيخليه عايز كل حاجة بسرعة، ممكن يجيله ضربات قلب، ممكن يكون حاجات كتيرة جدا فيزيكال او اعراض بتظهر على الجسم. هو في يومه يعني هل على المدى الطويل انا بصبح انسان عصبية؟ هل انا على المدى الطويل ذاكرتي مثلا بتبقى مش احسن؟ ايه اللي بيحصل لنا بالظبط اللي حضرتك بتقولي ده؟ انه مع الانتباه واليقظه المستمره والمعلومات الجايه والنداءات وكل الحاجات اللي بتخلي المخ عايز ينتبه ويستجيب، بتخلي الجهاز العصبي مشدود ومتوتر طول الوقت، والشده دي تعمل سرعه استثاره، الشخص يتعصب على اقل حاجه ويتنرفز، وممكن حتى يستجيب استجابات حاده او عنيفه او غير مناسبه. كمان يحصل حاله من الاجهاد الشديد للمخ والجهاز العصبي وحتى للجسم، وكل الحاجات دي مع اضطرابات النوم، كل ده بيقوم مؤثر على جهاز المناعه، ويؤثر على نشاط الغدد الصماء والهرمونات في الجسم. الشخص يلاقي نفسه يعني حاجات قاعده بتحصل وهو مش واخد باله هي جايه منين، وخصوصا لو اضفنا بقى للمجموعات المتعدده الكثيره بتاعه الواتساب، متابعته للفيسبوك، متابعته لليوتيوب، متابعته او متابعتها للانستجرام، يعني حاجه كده المخ عليه هجمه طول الوقت، بتخليه لا يمكن ابدا يرتاح، لأن المخ بيبقى محتاج فترات للصيانة، فترات يقفل فيها أبوابه وتبدأ يعني خلايا في المخ وفي الجسم تجري عملية صيانة،
هذه العمليات الصيانه لا تتم في حاله الضغط الشديد والضغط المتكرر والمستمر على المخ والجهاز العصبي. طب دكتور انا عايز اسال حضرتك سؤال، احنا الجروبات دي احنا مضطرين ان احنا نكون موجودين فيها، مش حاجه هينفع نغيرها حاليا، ازاي نتخلص نقدر من الضغط يعني النفسي اللي نطلع بتسبب. منها، لكن في جروبات بتتحرجي انك تطلعي منها لانها يعني حاجات عائليه يعني حاجات شغل صعب. حاجات ليها علاقه بالاطفال. انا عايز اعرف من حضرتك ازاي نتخلص من الضغط النفسي اللي بتسببه الجروبس دي، يعني مثلا حضرتك بتعمل ايه شخصيا؟ انا شخصيا بعمل ميوت لكتير من الجروبات عشان ما تجبرنيش على ان كل شويه ترن كل شويه ترن كل شويه ترن، ومن وقت للتاني ببص على الجروبات المهمه. يعني في جروبات مهمه تختص بالعمل، تختص بالاسره، تختص بالعيله، في جروبات مهمه. الجروبات اللي حد ضافني فيها من غير اذني وماليش علاقه بيها بعمل اكزيت من الجروب وارتاح منها يعني. فبحد شويه، بس يعني اول خطوه ان احنا نعمل ميوت ليها علشان النوتيفيكيشن اللي بتيجي كل شويه ما تعملش شده للاعصاب. ونبص عليها بقى في الايه في الوقت اللي احنا فيه عندنا استعداد لان احنا نعمل الحكايه دي، ونحاول على قد ما نقدر ما نورطش نفسنا في جروبات كتيره انها تستوجب بقى استجابات وتفاعلات وانتباهات وحاجات دي هتبقى صعبه جدا علينا. طيب دكتور لو الضغط النفسي خلاص موجود، انا دلوقتي واحده مضغوطه نفسيا بسبب ان انا جوه 3 4 5 6 جروبات مضطره ان انا اكون موجود فيها، اساعد نفسي ازاي غير ان انا احط حاجات على ميوت وانا مش قادره اعمل ده مثلا؟ ازاي انا اشيل الضغط النفسي ده من عليا؟ اعمل ايه؟ المخ بيبقى عايز اوقات يتفصل فيها عن الحاجات دي بالكامل، فنبقى عاملين كده اوقات ما بنستجيبش فيها لاي حاجه خالص من دي الا لو كانت طوارئ بقى يعني شديده وبتبقى في الحدود، لكن نتعود ان احنا في اوقات هنبعد خالص عن الحاجات اللي جايه، سواء جايه عبر الواتساب او جايه عبر اي وسيله من الوسائل، عشان المخ ياخد فترات راحه واسترخاء وكمان ياخد فترات تركيز في الشغل، لان المشتتات دي خلت ناس كتير بقت عاجزه على انها تنجح في شغلها او تنجح في حياتها او حاجه، لانه في عوامل تشتيت وعوامل استثاره وعوامل يعني ازعاج لمراكز المخ المختلفه، فما يقدرش يشتغل شغله كويس ولا يقدر يخطط او يفكر او يتامل او حتى يسترخي او يستريح. فلازم نعزل نفسنا عن الوسائل التكنولوجية فترات كافية في اليوم، وبالذات بقى بالليل. يعني بالليل ينصح يعني بأنه يغلق التليفون أو يبقى سايلنت بحيث أنه الشخص يقدر ينام كويس، ينام نوم مستريح. طيب دكتور على المدى الطويل هل ممكن الإنسان بسبب الضغوطات دي بتاعت الجروبات بتاعت الواتساب يحتاج علاج نفسي أو ولا لا؟ بالتأكيد بالتأكيد، يعني في ناس كتير دخلوا في حالات قلق وحالات اكتئاب نتيجة للضغط المستمر للموبايل وعناصره المختلفة، سواء كانت الاتصالات أو الواتساب أو كل بقى الحاجات اللي موجودة على الموبايل، لأنها أرهقت الجهاز العصبي إرهاق شديد، فبيحصل إن هو يدخل بقى في حالات قلق أو حالات اكتئاب، ووجدوا انه كل ما تزيد الساعات اللي بنستخدم فيها هذه الوسائل في اليوم كل ما بتزيد نسبه وحده القلق والاكتئاب، ودي حاجات بقت مؤكده دلوقتي طبعا. وفي بقى حالات دخلت في الادمان، يعني في ناس تورطوا في ان هم يدخلوا بقى في الادمان للمتابعه، وبقى في حتى ظاهره اسمها الميس اوت، ان الشخص كل شويه لما الشخص يبقى فومو يا دكتور عشان يفوتوا حاجه، اللي هو الفومو يا دكتور، فومو ايوه، عشان ما يفوتوش حاجه، ويصحى بالليل عده مرات علشان يشوف في حد اتصل بيه، في جروب نزله حاجه، في رساله وصلت، في حد عمل له كومنت، في حد عمل له اد، في حد عمل له اكسبت، في حد عمل له ديليت، في حد عمل له اي حاجه اتعملت، فده خلى المخ يبقى في حاله اسر طول الوقت. صح. دكتور محمد المهدي استاذ طب النفسي، شكرا جدا على مداخلتك معانا.